مرحبا بك عزيز المشاهد، وأهلا وسهلا بك في الليلة 19 من ليالي رمضان. ها قد وصلنا إلى العشر الأواخر، ووصلنا إلى ليالي القدر التي تكون فيه هذه الليلة هي خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، يعني عمر إنسان كامل 80 سنة تقريبا. الإنسان ما يعمله في 80 سنة في عمر كامل، يوصل عمره 80 بالتأكيد، بلغ من الكبر عتية في ليلة القدر يمكن أن تحقق فيها نصرا وفلاحا ورزقا بركة ومغفرة لم تحققها في هذه 80 سنة، هذه 1000 شهر وهذه آلاف الأيام. ذلك نحن قربنا أو تقربنا أو نحن قريبون من هذه الليلة التي نسعى إليها في كل سنة ونحرص إليها في كل سنة. الله سبحانه وتعالى أخفاها والرسول أيضا أخفاها، ولكننا تلمسنا من خلال الروايات ومن خلال الأحاديث ومن خلال ما كنا نشاهده على رسول الله وعلى أئمة أهل البيت وعلى أصحابه المنتجبين، كنا نشاهد بأن هنالك أياما معينة أو يوما معين يكون فيه ليلة القدر، وطبعا شبه متفق عليه أنها في العشر الأواخر، وشبه متفق إنها في الوتر من هذه العشر، يعني 19 21 23 25 27 29. ولكن هذا وما أدراك أن رمضان الذي صمت به أنت يعني دقيقا قد يكون اليوم الذي قبله، يعني مو بالضرورة يكون، قد يكون بعده يعني، ولكن عندما قد يكون دخل الهلال، وبالتالي فقد يكون الوتر هو الشفع، ولهذا قد تكون يعني، ولهذا واحد لكي من الواجب يعني تحوطا وجوبا يعني ان يجعل العشرة الأخيرة هي ذلك. الرسول كان يشد مئزرة في العشر الأواخر، يشد المئزر يعني يتحزم لها العشر الأواخر علّه ينال بركة ليلة القدر، ولهذا هي عشرة أيام نحرص كل الحرص علنا نظفر بهذه الليلة المباركة. سنتكلم طبعا عن ليالي القدر فيها عندما تأتي يعني، وأيضا تصادف اليوم مناسبة عظيمة وجليلة ومؤلمة نتذكرها في كل سنة منذ 1400 سنة، هي جرح الإمام علي عليه السلام. في هذه الليلة وفي هذا اليوم تعرض الإمام علي عليه السلام إلى غدر ما بعده غدر وقمة في الانحراف بأن يستهدف إمام الأمة وشفيعها بعد رسول الله الإمام علي عليه السلام. إنهم لم يستهدفوا عليا بذاته، بل إنهم استهدفوا النبل الإنساني، استهدفوا العقل الإنساني، استهدفوا العدل الإنساني، استهدفوا النور المحمدي، استهدفوا النور الإلهي، استهدفوا الحب الإلهي. لأن الرسول قال يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ويا علي من أبغضك فكأنما أبغضني ومن أبغضني أبغض الله أبغضه الله، يا علي من أحبك فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله. الرسول هذا الذي أرسله الله للإنسانية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل كلام رسول هو وحي. وعندما قال إن حبك يا علي مقرون بحب الله سبحانه وتعالى،
فإذا حب إلهي قد تم التعرض إليه في هذا اليوم. لم يقل الرسول بحق شخص باستثناء الزهراء، قال بحق الصحابة المنتجبين كلمات أبغض عمار فقد أبغضني، وبغض ويعني من أبغضني فقد أبغض الله. أيضا أقرن بي عمار وبعض الصحابة المنتجبين، ولكن بالحب الذي تكلم عنه رسول الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة التي أقرن أو بها حب الله سبحانه وتعالى بحب الإمام علي، فهنا هو استهداف للحب الإلهي. وأيضا عندما قال الرسول يا علي لا يحبك إلا من كان مؤمنا ولا يبغضك إلا من كان منافقا، هذه إخوان خلنا شوية يعني نركز بها، هذه جدلية إخوان، جدلية ما بعدها جدلية، جدلية في غاية العمق وفي غاية الأهمية. شنو لحب علي يحب الله؟ شنو لكره علي يكره الله يعني؟ وشنو لحب علي الله يحبه ولكره علي الله يكرهه؟ شيء فيه طبعا هذا كلام الرسول. واحد قال لي مرة سلفيا قال أي مو هو ابن عمه ودي جامل، قلت له محمد يجامل، محمد يجامل، نعلة الله على من يقول ذلك. يعني حتى تريد تنتزعون لكي تنتزعون شيئا وهالة عن علي بن أبي طالب تتهمون الرسول بأشياء يتتعارض مع الكينونة النبوية. شوف يحجوا لي بالهذا والسلف وهذا، بس من توصل يام علي بن أبي طالب لا تحولون إلى ناس يحكوا لي بالمنطق والشك والريبة وهذا، ويمكن والقربة يصيروا لك فتبشر من نوع آخر، نوع آخر هيك تحولون إلى رأس الوجه يصفر والعيون تخنزر، تحولون شنو الموضوع؟ شنو الموضوع يعني؟ لماذا علي بن أبي طالب هكذا يعني في نظر البعض؟ شنو الموضوع يعني؟ شنو شبيه؟ شنو القضية حقيقة؟ يعني أنا ما بلغته من معرفة النفس البشرية أستغرب من هذا الانكفاء والانزواء من يصير موضوع بها علي رأسا، وكأنما الموضوع تحزب. أخوان أخوان أخوان، هذا علي، هذا ابن عمي الرسول، هذا زوج البتول، هذا أبناء الرسول منه، دم الرسول مقرون به، هذا أخو الرسول، أنت أخي في الدنيا والآخرة يا علي، أنت نفسي. في القرآن الكريم أنفسنا وأنفسكم وأبناءنا وأبناءكم وبناتنا وبناتكم، يعني منو نفسه ذي يقول أنا جيتكم أني ونفسي وأبنائي؟ منو نفسه؟ هو علي شانيا، منو نفسه؟ وبالتالي هذا نفس محمد. يعني شو القضية؟ هيك السياسة لعبت أخوان؟ شغل مال الأمويين يجب أخوان أن نتصدى، كل شريف يجب أن يتصدى للفعل اللي قاموا به الأمويين. الأمويون قاموا بتحريف كبير جدا، وأنا منكب منذ سنوات طويلة على إظهار الحق بلا طائفية بلا تحيز، لا والله إلا من أجل الحق، ليست لا علاقة بفلان ولا بفلان طائف ولا بهذا ولا لي قربة، ولست سيدا حتى أدافع عن جدي، ولكن هي للحق، الحق المطلق. لهذا يجب أن نعيد النظر بفعل الأمويين. الأمويين لعبة ولعب أخوان، أكو أشياء كثيرة لعبوا بها بكل وعي هم والعباسيين. وإن شاء الله خلال هذا البرنامج سأعطيكم بعضا مما لعبت به بني مروان وبني أمية. أخوان توجد آيات فسروها تفسيرات خاطئة، توجد أحاديث أوجدوها لأهداف معينة، وما شاء الله الكتاب قاعدين جاهزين يعني شنو القضية يعني؟ قاعد أبو هريرة يكتب يعني رجل يعني ما تبليه عليه الأمويون، يعني ليس مقدس هذا الرجل يعني، وليس منزها يعني، رجل ممكن يعني. ولذلك وضعت أحاديث كثيرة في هذه القضية،
المشكلة أننا أخذنا ما كتب في عصر الأمويين والعباسيين واعتبرناه قرآنا منزلا ويجب أن لا نناقشه أو ندرسه، فهو كتاب منزل علينا أن نخضع له. حقيقة أخوان الإسلام لن يستقيم إلا بالتخلص من هذا. لذلك شفتوا يعني واحد يقول لك لا هذه إنكاء للجروح. أخوان أي إنكاء للجروح؟ مو يوم يطلعين جماعة زين هذول الداعش بين طلعونا، مو طلعونا من الأحاديث اللي جاءت في العصر الأموي والتفسيرات الأموية، مين جتنا يعني؟ هذا الذبح وهذا القتل وهذا التمزيق للأمة الإسلامية. يعني العرب قبل 100 سنة كانوا يتكلمون نحن العرب والعرب والعرب ويجمعنا العروبة وغيرها، الآن يحكي لي بالسنة والشيعة. الآن العرب عبارة عن سنة وشيعة يعني، والإسلام حتى الآن سنة وشيعة. هذا مو تمزيق، هذا مو يعني تدبير لهذه الأمة. فلذلك مطلوب منا أن نعيد النظر في هذا. لذلك اليوم نحن في هذه المناسبة العظيمة التي يجب أن نعطيها جزءا من حقها، فإن اليوم تم استهداف النور الإلهي ممثلة بعلي بن أبي طالب. وكيف استهدف يعني؟ ومن استهدفه؟ استهدفه واحد يعد من المسلمين. إذن هنالك انحراف كبير قد حصل في صدر الإسلام. هذا الانحراف له تبعات ولحد الآن ماشي. هذا ما القضية أنه كل شيء كان مقدسا في عصر الإسلام ويجب أن نسير عليه، هذا خطأ. وأن كل الموجودين في عصر الإسلام مقدسين ولا أحد يناقشهم، هذا خطأ. وأن كل الفترة اللي كانت في عصر الإسلام أثناء الفترة الراشدة خطأ كبير، لأنه العد هذا انقتلوا 100,000، انقتلوا من الصحابة في الحروب الإسلامية في زمن عثمان وفي زمن علي وزمن من قتلهم يعني؟ مو قتلهم مسلمين؟ مو قتلوا بسبب خروج على الحق أو غيرها؟ يعني هنالك انحراف، حراف صار بي سيف أخوان. هاي قضية أنه كل شيء كان ربيعا وكانت قمرة وجمال وعلاقات ومحبة، زين إذا كانت هكذا ليش صارت الحروب أخوان؟ ليش صار القتل؟ ليش صار الذبح؟ ليش صار التكفير؟ لا 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 اسكت، أتحكي أنت لا تصير طائفي، اسكت اسكت. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيز المشاهد مرة أخرى، ونحن نتحدث اليوم عن هذا المصاب العظيم وهذا الحدث. طبعا نحن لا نتحدث عن الحدث كحدث، ولكن نتحدث عن الظروف والتناقضات والتراكمات التي أدت إلى هذا الحدث. هذا حدث جلل عظيم بالتأكيد، له مقدمات كثيرة وله تناقضات كثيرة وفساد كثير قد حصل قبلها وانحرافات كثيرة. وإلا الخوارج كانوا هم من جيش الإمام علي ومن تميم، ولكنهم انشقوا وأعلنوا نظاما وتفكيرا وأيديولوجية جديدة تختلف 100% عن توجه الإمام علي، وشعارات يعني هيك ديماغوجية كما يقال في الوقت الحاضر تنطلي على فقط السذج الذين لا يفهمون في الدين. لا حكم إلا لله، ومن قال في زمن علي أن يكون الحكم لله؟ وبالتأكيد هذه تنطلي على أولئك المتطرفين الأناس الذين لم يفهموا الدين على حقيقته الذي سماهم الرسول بالمارقين. ولذلك خرجت هذه المجموعة وتأدلجت، ظلت سنوات تتأدلج. ولكن الغريب أنه انتمى إليهم الكثير. هذا الانتماء ماذا يؤكد؟ بأن هنالك أرضية للانحراف كانت موجودة. هذه الأرضية يجب أن تفهم أنها بدأ الانحراف منذ وفاة الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام. الإسلام كان يسير باتجاه معين بعد وفاة رسول
الإسلام صار هكذا اتجاها آخر، تحول إلى جمهورية. الدولة الإسلامية التي كان نظامها الروحي وهو شعب مؤمن ومؤمنون مرتبطون بنبي، والربي النبي مرتبط بالله، والله يعطي للنبي والنبي يعطي للمؤمنين، رابطة واحدة. هذه الأمة التي كانت في زمن الرسول، الرسول كان يريد الأمة من بعده هي إله وقرآن ونبي ثم وصي. الوصي هو من نور القرآن ومن نور النبوة، وبالتالي يبقى هذا العمود المرتبط بالله سبحانه وتعالى. بعد وفاة الرسول صار الموضوع غير شيء، صارت دولة، قائد، رئيس جمهورية، مسلم صح، صحابي صح، ولكن القضية أخذت له حق، مؤمن طيب رائع من صحابة، كل رائع، ولكن القضية صارت دولة، دولة يقودها صحابة. هنا تزلزل شيء من الجانب المعنوي والروحي. يعني نضرب مثل بأن في زمن الرسول في المدينة كانت الدولة نبي غير، يعني لو نفرض النبي محمد كان غير ظاهر، يعني في مكان معين ويعطي تعليماته إلى قائد، يعني افتراض بائس وساذج، ولكنه أنا أريد أبسطه للناس، يعني الفكرة دقيقة وعميقة وتحتاج إلى أن تبسط. لو كان الرسول مثلا الله بعث له جبرائيل وهو قاعد بغار وما حد يعرف فيه أبدا، وصارت دولة وصار رئيس دولة على هذه، هذا الرئيس يأخذ التعليمات من الرسول. هل ممكن هذا القائد يقود الأمة في حروب في الخندق وفي غيرها، وفي أحد اللي انكسروا وبعدين قاموا، وفي بدر اللي 300 قاموا 950 أو غيرها، أو في مكة الذين يعذبون ويقتلون ثم يهاجرون وحاملين ولا فلس وبعدين يؤاخي بين، هل ممكن هذا يصير يعني إن لم يكن وجود نبي؟ يعني كان انكسر شيء معنوي وروح من القضية. هذا اللي حصل بعد وفاة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام. هنالك جانب انكسر، هنالك صارت قضية أنه كان النبي يحكمنا لأنه نبي، لأنه أفضلنا، ولا يوجد أفضل من النبي. الآن صارت لا، أنه مو الأفضل هو اللي يحكم، أي واحد طريقة يعني سياسة هو اللي يحكم، يعني مفضل وأفضل صارت، يعني بينما كان يفترض أن يكون هو الأفضل. يعني الأفضل مو بالقوة والجسد، الأفضل بالعقل، الأفضل بالإيمان، الأفضل بمعرفة القرآن، الأفضل بمعرفة السيرة النبوية والسنة النبوية، هذا هو الأفضل وليس المقصود. وهل يوجد أفضل من علي؟ يعني هاي مو تعصب ولا طائفي يا أخوان، يعني هل يوجد أفقه من علي؟ يعني لو تجيب الصحابة كلهم مع عجلان لكل الصحابة فهو الأفقه. وبالتالي هذه الدولة، لو أبو الحسن لو كان في نوره موجود، ولذلك قال يقول قائل ما هو استلمها يا أخوان، استلمها بعد شنو؟ بعد ما صارت حروب ومقتل خليفتين، عمر قتل من قبل أبو الأولياء وعثمان قتل من قبل الثائرين المسلمين، يعني بعد ما سالت دماء، بعد ما صارت أشياء، بعد ما صارت مشاكل، بعد ما صارت هذا أشياء كثيرة صارت تخلخلت، ولذلك من وصلت لعلي بن أبي طالب وصلت المجتمع متغير، مجتمع صاير دولة دولة. الإمام علي لا يحكم دولة، الإمام يحكم مؤمنين، علي إمام، مثلما كان محمد نبي، نبي يحكم مؤمنين، الآن هذا إمام وصي يحكم مؤمنين، مو دولة، دولة بسياقاتهم مدري شنو هذا وتقسيمات وغيرها، ومثل ما صارت انه ارادوا ان يسوون دولة. طبعا هم الصحابة ما كانوا عفوا سيئين اطلاقا، حاشا للصحابة، هم يتصورون بانه يجب ان نسوي دولة على النمط الدولة الفارسية والنمط الدولة الرومية، كانت اقوى دولتين في العالم.
فسووا الدولة على هذا، يعني انه جند ودواوين وما ادري شنو وشغلات وارتباطهم وهذا ورواتب وغيرها وارتباطات إدارية ومعينة. هذا التركيبة هي تركيبة دولة، دولة مدنية. يعني الدولة المدنية تختلف عن الدولة الإيمانية أو الدولة الروحية. الفكرة تحتاج إلى شيء من الوعي إخوان. ولهذا عندما جاء الإمام وضعوه على دولة إدارية هنالك خرق، هنالك اختلاف. كان على الإمام علي أن يعيد هذه الدولة إلى الطبيعة الروحية. صعب، استحالة، لأن النفوس خربت وأشياء كثيرة صارت، والأمويين لعبوا لعب، وخصوصا في زمن عثمان. عثمان رجل طيب كما قلنا، يعني احنا لا نسيء لهذا الصحابي الجليل، لا، سان طيب وكبير بالسن، وأقاربه هم اللي سيطروا على الحكم، يعني ورجل طيب ويعني مؤمن، لكن هذول مروان بن الحكم وغيره وغيره هم اللي سيطروا. يعني احنا نحكي على هذه القضيه، ولا نسيء الى احد من صحابه رسول الله ابدا اطلاقا. ولذلك هذا الشغل اللي اشتغلوا الامويين خلقوا الشام وخلوا عليها، وسعوا معاويه، معاويه كان بزمن عمر كان الشام بس 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 الشام والغوطه، بس يعني دمشق والغوطة. في زمن عثمان مروان سوى الشام من مصر إلى أرمينيا، يعني نص العالم الإسلامي وأحسن المناطق الزراعية والمياه والعيش والثروة، هاي كلها عليها معاوية. معاوية بدأ يشتغل بناء دولة خاصة، فكر خاص، ثقافة خاصة، ملا شغلة يحكم بإرادته. والدولة أغلبيتها كانوا مسيحيين على فكرة، يعني وأغلب معيته كانوا مسيحيين يعني. فذلك كان يشتغل على بناء دولة خاصة، دولة الشام، والباقيين متوزعين أيضا أمويين. هذا الآن يجي الإمام علي يحكم في الكوفة عراقيين، وهم من أتباعه ومحبيه، فصار هنالك دولتان، دولة أموية في الشام تسير بنهج معاوية، ودولة عراقية تمثل الخلافة الإسلامية بقيادة الإمام علي. الفكر مختلف، الشخصية مختلفة، الحق مختلف، السياسة مختلفة. هذا يشتغل يقتل ويذبح وهذا، وأبو الحسن اللي مدحه طرده. شو عليش تمدحني؟ ماذا فعلت؟ معاوية يعطيك هذا من بيت مال المسلمين يعني. ولذلك أبو الحسن قال هلك فيها رجلان، يعني محب غال ومبغض قال، محب مغالي ومبغض قالي. دول الاثنين هم انا عندي واحد اللي يحبني حد هذا المبالغه، نفس اللي يكرهني حد المبالغه. لا، معاويه لا، انا اللي يحبني اكثر انطيه، اللي يمدحني اكثر انطيه، اللي هذا اللي يخضع لي اكثر انطيه، ايش قد ما تخضع ايش قد ما هذا انا انطيك. ابو الحسن لا، انا عندي عدل حق، على ضوء الحق تمدحني مع نفسك، مع نفسك بالحق. أما أنت تبغضني فهذه مسألة خطيرة جدا، لأنه أنت الذي ستواجه الويل والثبور. ولذلك فمن أجل الإمام علي دولتين، مو دولة إسلامية، مجتمعين، ثقافتين، فكرين، حتى إسلامين. يعني في معاوية كان بعد الإسلام أبو سفيان وما أدري شنو معاوية والهذا، والدولة هي بهذا الصيغة، وماكو لا هواشم ولا هذا ولا علي ولا غيرها ولا كلها ماكو. هاي يعني دولة خاصة، دولة مرتبطة بمعاوية، إمبراطور معاوية، ملك صاير معاوية، وهنا خليفة يسير على نهج الرسول. هذا تناقض كبير. فعندما جاء الإمام علي عليه السلام الأمة كانت ممزقة، الإسلام كان ممزق، الدين كان ممزق. أما قضية يعني دائما أسمعها حتى في المقابلات الكثيرة هذه الأيام، يسألوني يعني يشكلون على الإمام علي شيئين، أنه استلم الحكم وتمزقت الأمة وصارت حروب، لعد لا مستلمها من الأول، هاي الإشكالية الوحدة. والثاني أنه الإمام علي وقف الفتوحات.
واثنين خطأ. ليش؟ لأن أنت تستلم شيء، يعني أنت مجرى مع المي من يم النبع شيء، وبعد 5 كيلومترات بالتراب يمشي وتقول لي تعال نفس الشيء. لا، هاي فترة من الصراعات والقتل، مقتل 2 الخلفاء ودم وناس صعدوا والأمويين، وواحد كان مطرود اسمه مروان بن الحكم اللي سمى رسول الوزغ ابن الوزغ، يجي يصير هو الحاكم الفعلي ويستغل طيبة وكبر سن عثمان ويخطط، ومعاوية الذي كان من الطلقات يجي يصير لي والي على الشام وغير. فتشي بخربطة تيجي تقول لي علي لو لازم بالبداية، لا، علي لم يمسك الإسلام شيء في صدر بعض الرسول والإسلام اللي جاي، لا، دول متناحرة متقاتلة متباغضة، وذلك دولة معادية للإسلام. ليش الدولة الأموية كانت إسلامية؟ كانت دولة لها نهج معادي للإسلام. عفوني من هاي، والله كان يرفع شو اسمه كلمة لا إله إلا الله محمد، أي محمد رسول الله بالدم والقتل والسيف وشنو، وتخضعون وتجيبون هذا ونساءكم حل لنا وغيرها وهذا، وجيبهم جوارب وشنو. ليش حادثة يعني هنالك شيء والله تدنو، يعني أنا أخجل، أنا أخجل. عبد الملك بن مروان يدز رسالة لوالي والي الأمويين على أفريقيا، يقول له والله يعجبني البربريات، فإنهن ذوات نهد وعينين وطول وعجز. سكانت شمال أفريقيا كان ممتاز بالطول والجمال والشاقة والأشياء معينة. فبعث لي ما شاء، بعث له 100,000 وحدة. شوف المصادر السنية، هاي مو حد شيء، 100,000 وحدة من ذن اللي مأسريهم إسوان قاعدة هي وبنها هي ورجلها، ودوهم دمشق. جاء عبد الملك أخذ منهن يمكن 20-30-100، وجي ولده أخذ لهم 20-30، تجوز هذا 40-50، بقى 100,000 وحدة أو 80,000 وحدة في شوارع دمشق لا أحد يؤويهم. أقروا المصادر، لا تحكون معي، أقروا المصادر. 100 وحدة خطية كانت يم رجلها، تعاي أنت أسيرة وهذا سبية، جيبها وبعدين شكلها مثلا ما عجب هذا روحي بالشارع، وبقني نامة بالشوارع ويطوهن أكل حال الكلاب عفوا. هكذا إسلام أكو يعني، هاي فتوحاتها يعني، هاي فتوحات اللي يتغنى بها السلفي. وقد وصلوا أخي، شو وصلوا، شو وصلوا، والله تدنى لها النفس هذه. إسلام علي يختلف عن إسلام الأمويين إخوان، إسلام محمد يختلف عن إسلام الأمويين إخوان. محمد عليه الصلاة والسلام لم يرد هكذا دولة، محمد كان يريد السلام، المحبة، الإيمان، الخضوع لله وليس للإقطاعيين والملوك. لا ينحي رأسه إلا لله سبحانه حتى لأي شخص. وبالتالي راد دولة، الإنسان مرتبط بالله أو قبل أن يرتبط بالدولة، دولة روحية، هكذا أرادها محمد عليه الصلاة والسلام. جيت تحولت إلى دولة سيف، وجيبه وجيبوا لي نسوان، جيبوا لي نسوان، نسوان وذهب. هو هذا اللي تتغنى به السلفية هذا والله، الفترة الأموية هذا أخوان، عيب والله. ولذلك من يقول لك المستشرقين، المستشرقين ايش كتبوا؟ كتبوا حقائق. مستشرقين عندما كتبوا على هاي القضايا كتبوا حقائق. وليس كل المستشرقين سيئين، هنالك مستشرقين منصفين جدا. نعم اكو مستشرقين خبثاء، نعم، لان هذا مسيح. اكو مستشرقين مرتبطين بمخابرات، نعم، يدس. بس مو كل المستشرقين كتبوا خطا يعني. والله مستشرق خطا وقالوا انه السبي الاسلامي، نعم، من كتبوا المستشرقين وهي القضيه صح. يا احنا نظل يعني نظل نطمطم. فاخوان الدوله التي ارادها علي بن ابي طالب غير هاي الدوله. بعدين انه القضيه الثانيه، الاكذوبه الثانيه التي ينعت بها علي بن ابي طالب عليه السلام، انه اوقف الفتوحات. اي ساذج قال هذا الكلام؟ اخوان اقروا، الفتوحات توقفت في زمن عثمان.
لان في زمن عثمان المسلمين كلهم توقفوا، كانت كلها مظاهرات وما ادري شنو ضد الولاة اللي اوجدهم عبد الملك بن مروان في مصر، يطلعون يومية ويقتلون بالنشاب وغيرهم في الكوفة في البصرة في كل المناطق، اكو رفض للولاة الامويين، ويدروحون وفود الى الخليفة عثمان يا بخلصنا من هذا الوالي، يقولهم اي ما يخالف، عبد الملك يدز رسالة بيدهم روحوا يقول الوالي اقتلهم الذولة، ويرجعون مرة ثانية. بعدين قاموا يجون الامام علي يا ابا الحسن توسط الينا، حتى انه مرة ارسل الحسن كان شابا يافعا قال له اذهب الى عمك وقل له بانه هذه يعني توسطوا عند الامام علي، ماكو. لذلك المسلمين كانوا بعد ما يجي وكونوا جيش لكي نذهب الفتوحات ما يطلعون. اخوان في السنوات الاخيره اللي عثمان توقفت الفتوحات، هاي منين جبتوها انه علي وقف الفتوحات؟ ابدا، رغم انه علي ما يمر بهاي الفتوحات طبعا. يعني اللي سووه المسلمين في ما وراء النهر، نهر السيحون وجيحون، هاي من وصلوا لشو اسمه او وصلوا لاذربيجان وغيرها، مش كان يعني صح؟ يعني ما كان صح. حتى عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي قال لهم ارجعوا ارجعوا، شنو هاي؟ عاد واحد من القادة قال له تعال شوف ترى صاروا مسلمين، قال له اجي بنفسي اشوف. اجى شاف اكو منطقة صاروا مسلمين، قال ايه هذا حدودكم لا تقدموا بعد، ما حيتوغل ورايحين، شو شايل يشوفكم؟ هذا عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز وقف ما يسمى بالفتوحات لين شافها قضية مو إسلامية، صارت صارت فلوس ونسوان وما ادري شنو. وهذا عمر عبد العزيز الخليفة الأموي وقف الفتوحات في زمن عندما جاء الإمام علي واستلم السلطة، كانت الفتوحات اخوان متوقفة. يعني هذه اريد تفهم، يجيك واحد نعم يجيك دور السلفية والله كانت الفتوحات في زمن عثمان قد وصلت الى حدود الصين ووصلت الى اخوان، لا اقروا رحمة للنبي، اقروا الفتوحات توقفت في السنوات الأخيرة لعثمان لخلافة عثمان، لأن الناس كانوا في صراع، ناس صراع ويا الولاة الأمويين، ما حد يروح، تعال يا جيش من يطلع كوفة ما أضد الوالي. عبد الله بن مسعود والي الخليفة عمر وبعدين صار والي خليفة عثمان، مروان بن الحكم قال للخليفة عثمان هذا كذا كذا، جابوا عليه وجابوه يعني موثوق. العراقيين أهل الكوفة قالوا والله نحمل سيوفنا، قال لا لا أريد فتنة، للخليفة علي حق، أنا بايعته لازم أطيعه، صح خطأ أطيعه. قالوا لك أخذوه وانضرب فلق في مسجد الكوفة، في مسجد المدينة انضرب فلقه من الفلقة الحاشية الأموية، فصارت مشاكل. أهل الكوفة كانوا في حالة ثورة، البصريين كانوا في حالة ثورة، المصريين كانوا في حالة ثورة، ولذلك ما كان أكو جيوش إخوان. يعني السنوات الأخيرة لحكم عثمان كانت الجيوش ما تتحرك لفتوحات. يعني هذا والله أنه هاي السلفية اللي طالعين لي والله أنه علي وقف لا لا، افهموها عني اخوان، انتم يجب سلبيتكم اسلحه بالحديث. الفتوحات توقفت في زمن عثمان لان الشارع المسلم كان رافضا للولاة اللي وضعهم مروان ابن الحكم. ولا عاد ليش جو المصريين 10,000 مصري جو للبصره واشتاعوا في الجامع البصره، وبعدين راحوا المصريين والبصريين راحوا للمدينه وقتلوا الخليفه عثمان، ليش؟ كانت ثوره، المصريين ما طلعوا قالوا ما وين يا فتوحات الروحنا، وهذا الوالي اللي مستحوذ على كل شيء. فذلك اخوان هذه الفرية الثانية يجب ان تزال. الفتوحات توقفت في زمن عثمان بن عفان بسبب سياسة عبد الملك، سياسة مروان بن الحكم الذي كان بيده الختم، كان كل السلطة بيده، وهو كان طريدي، هو وابو طريد رسول الله اللي سمي رسول الوزغ بن الوزغ، وسخ بن الوسخ طريد رسول الله اجي يصير هو الحاكم. اخوان ترى هاي ما بيها سنه وشيعه، الله يخليكم، احنا نريد
نطل نعيد الإسلام هيبته ونلغي على هذه الطائفية المقيتة طائفية الأمويين وغيرها. هي المشكلة مو قضية أمويين وعلويين، مو قضية علي ومعاوية، لا، قضية أكبر وأدق. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيز المشاهد مرة أخرى، ونحن نكمل الحديث عن الظروف التي سبقت قيام جريمة الاعتداء على الإمام علي عليه السلام. تكلمنا عن التناقضات التي حصلت، تكلمنا عن الأشياء التي حصلت والانحراف التي حصلت، وبالتالي فعندما وصلت الحياة ووصلت التاريخ إلى الزمن الذي قاد فيه الإمام علي الأمة الإسلامية، كانت الأمور قد تغيرت كثيرا وسارت اتجاهات بعيدة جدا على غير ما يريده الله ورسوله والإمام علي. ولذلك وإذا كانت تسبقها أشياء، أخوان أيضا علينا أن نفهم أن الأحقاد القبلية لم تنسى. الإسلام الذي دخل إلى قلوب المسلمين ووحدهم ونزع ما في داخلهم من غل عصبي، أزال ذلك الوحر الذي يتقاتلون من أجله، بعد الإسلام بقى مجموعة فيهم عصبية وفيهم جاهلية، وهؤلاء الناس هم الذين دخلوا الإسلام ولم يدخلونه عن إيمان، وكانوا إما منافقين أو كانوا يضرون شيئا، أو إنهم قالوا بعد الغلبة الإسلام علينا أن نعيش مع هذه الدولة. تلاحظون الآن حتى في الدول الآن الحديثة من تجي نظام حكم حزب معين من شنو، الناس تؤمن وناس تخضع هكذا، يعني تقول لك نمشيها حتى لو بالظاهر تضحون بالروح بالدم من شنو، بس هو بداخله يمكن حاقد أو غيرها، وبالتالي هكذا هي الحياة هكذا. ولذلك قسم منهم لا، كان يريد أن يستغل ويخطط لاستخدام هذا الدين وهذا الفكر وهذا الشيء العظيم لركوب الموجة والصعود على ظهورهم. وإلا معقولة أعداء الإسلام، أعداء الإسلام يصلحون قادة الإسلام؟ يعني هؤلاء الناس الذين قد يقول لك الإسلام إسلام يجب ما قبله، إيه نعم الإسلام يجب ما قبله، أوكي صح جدا صح، الإسلام دين يدخل إلى النفس ويغير النفس والتوب جميل، ولكن بالمقابل أكو كان هنالك ناس موغلين في الحقد وهنالك ناس مؤمنين في الإيمان. زين ما دام الزمن هذا، ليش هذول الموغلين بالإيمان توقفوا وذول الموغلين بالحقد تحولوا وصاروا مؤمنين؟ يعني غير لازم تسلسل، يعني ما معقولة ذولا الأتقياء الأنقياء المدافعين المحبين الذي يدخل الإسلام إلى داخل قلوبهم توقفوا، وين صاروا؟ ليش ذولا اللي دخلوا الإسلام هيك نفاقا وغيرها ذولا هم الذي أصبحوا المؤمنين الأوائل وأصبحوا مقاتل الإسلام؟ صح الإسلام يزيد، ولكن زين ذولا وينهم؟ ليش توقف إيمانهم؟ لماذا لم تتطور الداخل؟ ليش تطور الذولة؟ ما كان الأجدر أن تتطور الذولة أكثر لأن قاعدتهم أقوى؟ فقسمة مضيزة هذه، المؤمنين والمدافعين والمتمترين وغيرهم صاروا في الجانب الثاني، والحاقدين والذي دخلوا الإسلام ثورية أو غيره وكانوا من الطلقاء هم اللي صاروا قادة الإسلام. يعني لا يمكن أبدا، إن لم تكن هي لعبة سياسية أراد أن يستغلها هؤلاء. وذلك بقى الصراع، صراع الأموي العلوي الهاشمي، صراع ما بين بني أمية ومثلا بالسفيانيين والمروانيين ومثلا بعلي وأبنائه وأبناء محمد. يعني ويتلاحظ بس شوف من قاتل الرسول ومن قاتل علي ومن قاتل الحسين ومن قاتل علي بن الحسين ومن قاتل زيد بن الحسين ومن قاتل أبناء الحسن فيما بعد ومن قاتل الكاظم ومن قاتل الهادي. تلاحظون الأحفاد أحفاد أولئك والأبناء وأبناء هذا، تلاحظون نفس الجد يقاتل الرسول بعدين تنزل
بعدين نصير ويا الإمام علي، بعدين ويا الحسين، بعدين ويا أبناء الحسين زيد، وبعدين نصير ويا الصادق، بعدين نصير ويا الكاظم، بعدين نصير ويا الرضا، وبعدين ويا الجواد، بعدين ويا الهادي، ويا الحسن العسكري، وهكذا تسلسل الأجداد. والحقد يبقى رغم أن الفترة العباسية تختلف عن الفترة الأموية، يعني أتكلم بصيغة روب، لكن العباسيون في يعني العباس كان يحب الإمام علي طبعا، وابن عباس كان رفيقا وتلميذا لعلي بن أبي طالب، وكان من أقرب الناس إليه ابن عباس، وعلي بن العباس كان أيضا قريبا. ولكن عندما جاء عبد الله بن علي لا، عم يشتغل سياسة، نعم نحن نريد إعادة المجد لهذا البني هاشم وهذا، ويجب أن تعاد الحق للعلويين. جاء المنصور السفاح، صار المنصور خلاص انتهت، هم انتصروا بالثورة العباسية اللي رفعوا بها يثارات الحسين ويثارات العلويين، رأسا تغيروا، قالوا هم يقتلون وهذا يعني السلطة، السلطة يعني عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس ليس كابن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان حبيبا للإمام علي، وعلي ابنه أيضا كان حبيبا لأهل البيت، ولكن من جاء الجيل الثالث بعد ذلك عبد الله وغيره 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 تغيرت الأمور، يعني محمد وبعد يعني ما كذا يعني أحفادهم. ولهذا كما قلنا أن عندما استلم الإمام علي السلطة كانت أمور قد اختلفت كثيرا، ثم أنه بمجرد أن استلم السلطة بايعوه اليوم بايعوه، ثانيهم يطلعون عليه شايلين سيوفهم عليه. يا بليش ليش شايلين سيوفكم عليه؟ وش زين أنا جاي من المدينة، ليش رايحين للبصرة؟ شعدكم بالبصرة؟ ليش استحوذتوا على بيت المال بالبصرة وقتلتم ونتفتم لحية والي البصرة؟ وماذا يعني أنا بالمدينة ولا نريد الثأر لقتلة عثمان. زين قتلة عثمان وين؟ بالبصرة؟ لو بالمدينة زين ليش يعني انت شو تريد تقتل عثمان؟ تسوون يعني تسيطروا على البصرة وبعدين تسوون جيش تدون على المدينة تقتلون، يعني مقاتلة ماذا؟ الخروج على ماذا؟ يعني ويخرجوا عليها صحابة أجلاء وشخصيات جليلة، هذه أيضا خلقت مشكلة. يعني بالسنة الثانية رأسا أو بالسنة الأولى رأسا بعد ما مكمل سنة تطلع عليه الصحابة، يطلعون عليه البعض وغيرهم، ويقتل 30,000 مسلم في معركة الجمل، وبقيادة من؟ ابن عمته وطلحة والسيد عائشة. يعني فشيء قتال بين المسلمين، اثنينهم يصلون، اثنيناتهم يصلون، اثنيناتهم مؤمنين، اثنين رافعين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلهم مؤمنين وأتقياء، اثنين ويصلون من يصير وقت الصلاة، اثنيناتهم يصلون ونفس الشيء، واثنيناتهم مؤمنين واثنيناتهم قراء قرآن، شو القضية؟ شو الموضوع؟ يعني تلاحظون أكو شيء كان يتحرك في الخفاء. حتى أن الإمام علي عندما جاء السيدة عائشة قال له والله ظلموك عندما أخرجوك، ذولا أخرجوك ظلموك، يعني وعاملها بكل إجلال وبكل احترام، هذه زوج الرسول إخوان، زوج الرسول يجب أن تعامل بكل احترام، رغم أنه يعني قادت المعركة وقتلت 30,000، عاملها بكل إجلال وبكل احترام وبكل توقير، لها زوج الرسول طبعا. والزبير تراجع الرجل يعني تالي، وقتل من الصحابة كثير. هذا إخوان مو معركة صارت بين الصحابة، الصحابة المقربين، الإمام علي عندما قتل الزبير يعني هو رجع من المعركة قال لهم، اجى الإمام علي قال له الجيش المقابل بالزبير، قال الزبير؟ الزبير بن العوام يخرجوا علي؟ هذا اللي كان أول واحد بايعني، أول واحد بايع الزبير، وهو الذي جمع الناس، وهو اللي هذا بالمدينة، كيف؟ فقالوا معطوني بغلة أروح، فوقف فعندما شاهد
الإمام علي جاء السيد عائشة قالت ماذا راكب علي؟ قال راكب بهلة. قالت جاء لا يقاتل، جاء يتفاوض. فجاء وقف قال لهم أين الزبير؟ فطلع الزبير قال له ما عدا مما بدأ، شو الموضوع؟ ليش طالع عليه؟ ليش شايل سيفك عليه؟ شو الموضوع؟ نحن نريد قتلة عثمان. قال له من قتلة عثمان؟ أنا من هم قتلة عثمان؟ أعطيني قتلة عثمان حاكمهم. ثم تذكر يا زبير عندما كنت مرة تمسك يدي ونحن نسير سوية فشهد الرسول قال يا زبير أتحبه؟ تحب علي؟ قال إي والله. قال ولكنك سترفع سيفك عليه ظالما. قال أتذكر؟ قال آه لقد أنساني الشيطان. قال إذن عد يا زبير. قال العار يا أبا الحسن. قال العار ولا النار، أرجع. فذب سيفه ورجع، بس عير ابنه عبد الله. قال ها خفت من سيوف ابن أبي طالب؟ قال أنا أخاف، أنا الزبير أني أخاف، أعطوني رمح. فأخذ الرمح وانطلق في جيش الإمام علي. فالإمام علي قال لهم خلوا سبيله فإن الرجل معير. عيروه، هذا من راح عيروه، قالوا له أنت خفت فخلوه. فالجيش الإمام علي سوى طوق وراح طلع للفراغ ورجع أيضا، ما حد وقف قدامه. قال لهم أني أخاف؟ ذب الرمح وشاد سيفه بعده يعني وراح. ده يتوضأ، إجا واحد قتله من الخلف جاب السيف للإمام علي. قال لهم أين ابن أبي طالب؟ جئت له أريد الجائزة. فالإمام علي بالخير قال لهم اقتلوه، اقتلوا قاتل ابن صفية. قالوا والله عجبا، نبشركم بقتل أعدائكم تبشرونا بالنار وبالقتل. فشال السيف. شوف الإمام علي ما عنده بالسياسة، يشتغل بما يرضي الله. أكو واحد سيف بالشيول عليه الآن وجيش، يجي يقول لهم بجيشه هذا السيف يا ما دافع عن رسول الله، يا ما حمى رسول الله ونشر الإسلام، ويقبل السيف. يعني ما له شغلة لا بالحرب النفسية ولا إلا بالهذا، وما إلا قضية. الإمام علي ارتباطه بالله، ارتباطه بالحق، ما عنده قضية إنه سياسة وتخدم ما تخدم، ما تخدم عنها ما خدمت، المهم تخدم الله. أقول الحقيقة، علي يقول الحق حتى لو كان الحق في غير صالحي، وهذا في غير صالحي. لما يجي يشيل سيف واحد طالع عليه يقول هذا السيف العظيم، وهو سيف شايل عليه طالع عليه. إن لم يكن إنسان، هذا خلق لله، هذا خلق لمرضات الله، هذا خلق لكي يكون واحدا من آيات الله، والمسير وراءه هو النجاة. فالزبير قتل بهذه الطريقة، وبعدين صارت المعركة. عليش تقاتلوني؟ بعدين أقرأ الناقد لهم والله ظلموك عندما أخرجوك، هذول ظلموك، خرجوك هذول، شلون طلعوك؟ أنت معززة مكرمة، أنت زوجة رسول الله، ورجعها بكل إجلال وكل احترام وكل تقدير. وهذا درس لمن يحاول أن يسيء إلى أمهات المؤمنين ويتقول على السيدة عائشة. لا، تحترمها مثل ما احترمها أبي الحسن. لنا في رسول الله أسوة الحسن. هو خروجها خطأ، الخروج على إمام زمانها وخليفة زمانها خطأ، ولكن هذا هو، هذه زوج الرسول، فيجب أن تعامل بكل احترام وكل إجلال، وعلينا أن نقتدي برسول الله وبأبي الحسن. وبالتأكيد لا يخرجوا تجاه هذه أم المؤمنين أي كلام سيء إطلاقا. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا اليوم الذي فجعت فيه الأمة الإسلامية باختيال ومحاولة قتل الإمام علي عليه السلام. وقلنا بأن هذه المحاولة لم تأتي من فراغ، ولم تكن بلحظة آنية من عبد الرحمن بن ملجم، وبالعكس هذه جاءت طبيعة وطبيعية لتراكمات كثيرة جدا. يعني فقط
أنا الآن أستذكر يعني أبو لؤلؤ الفيروزي قتل الخليفة عمر وهو ملعون، وابن ملجم قتل الإمام علي عليه السلام. تلاحظ أنه من يمجد أبو لؤلؤ تقوم الدنيا ولا تقعد، وهم محقين من يمجد أبو لؤلؤ طبعا، هذا قاتل رجل مسلم خليفة المسلمين. لكن تلاحظ بينما من يمجد قتلة الإمام علي، تلاحظون عبر التاريخ كان له منزل. يعني مثلا الخوارج كانوا يمجدون ابن ملجم، وهنالك شاعر اسمه عمران بن حطان. عمران بن حطان لديه قصيدة تقول يا ضربة أراد بها إلى ذو العرش رضوانا، يا ضربة من يعني من مؤمن أراد، أنا ما حافظ البيت، بس يا ضربة من مؤمن أراد بها إلى ذي العرش رضوانا، يا ضربة من تقي أراد بها إلى ذي العرش رضوانا. تصور يعني تقي اللي قتل الإمام علي تقي، وهاي ضربة لله يعني. زين هذا ليش ما يكفر عمران بن الحطام؟ مو رجل يعني، هذا رجل مجد بقاتل خليفة. يعني لو كان أكو شخص الآن يمجد بأبو لؤلؤ الفيروزي، تلاحظ عبر التاريخ يعد زنديقا كافرا كذا، وهم طبعا محقين بذلك. لكن ليش الذي يمجد بقاتل علي بن أبي طالب عمران بن حطان؟ هذا الذي يقول، شوف البخاري قد بأحاديث نبوية عن عمران بن حطان. يعني من صارت علم الرجال، اللي شنو علم الرجال؟ هذا علم راجعوا به 400 ألف شخصية، إنه الحديث هذا صحيح أو مو صحيح. أي شخصية عليهم ملاحظة لا يلغى الحديث، يعتبره ضعيف، لأن صاحبي مثلا منافق كاذب كذا كذا كذا. هذا بينما أي واحد يمتدح علي بن أبي طالب منافق كذاب. يعني علي بن الجعد من أئمة الفقهاء، اللي كل الفقه السني جاء من علي بن الجعد. كثير من الحديث ألغيت لأنه علي بن أبي جعد ذم معاوية وقال والله معاوية مات كافر، هذا كافر زنديق رافضي يسب الصحابة، هو كل لا أساب الصحابة ولا هذا ولا رافضي، رجل سني يعني، وهذا رافضي كاذب يسب الصحابة. ليش؟ لأنه ذم معاوية ومدح الإمام علي، رفضوا الأحاديث مات. خلوا بالكم هاي القضية. زين عمران بن حطان ليش ما رفضتوا الحديث مات؟ أيهما؟ علي بن الجعد اللي كل الفقه السني يقول علي بن الجعد هو فقيه رائع، هو سني مو شيء يعني. أنا عذر أن أقول سنة وشيعة، وين قصده؟ بس خاطر نحاكي المنطق المعوج. تلاحظ حديث التي تؤتى يعني ما يذكر عن علي بن الجعد لا غير موثوق ورافضي. يا يعني ليش رافضي سب معاوية حج على معاوية ومتدح عليه؟ رافضي زنديق رافضي زنديق كافر، رافضي زنديق كافر، لأنه حج على معاوية ومدح عليه، رافضي وزنديق وكافر ولا يعد بحديثه. جميل. زين عمران بن حطان، عمران بن حطان اللي يمتدح عبد الرحمن بن ملجم، يعني نفرض ذول اللي سووا التجريح، واحد كان يمتدح أبو لؤلؤ الفيروزي حتما سيقولون مجوسيون نجس، وهم محقين لأنه امتدح قاتل عمر. بالتأكيد قاتل عمر هاي جريمة فظيعة يعني لا تغتفر يعني، وصاحبها ذاهب إلى النار طبعا. ولكن زين القتل علي ليش المدح عليه؟ زين شو يعني ليش؟ وتلاحظون اكو احاديث نقلت عن عمران بن حطان في البخاري. زين ليش بالجرح والتعديل وفي علم الرجال ليش بنوصلوا لعن عمران بن حطان اعتبروا الاحاديث صحيح؟ ولا واحد قال وهو منافق كاذب غير ايمانه غير صحيح. لماذا هاي لم تذكر؟ ليش؟ ليش هذه القضيه غير موجوده؟ بينما مثلا
في شخصيات أخرى أعظم من عمران بن الخطاب، مثل علي بن الجعد كما قلنا، وهو سني وفقيه ومن أعظم الفقهاء، وكل الفقهاء السنة يستندون على علي بن الجعد. ليش الحديث حجبت عنه؟ يعني امتدح قاتل علي، قاتل علي وقاتل عمر اثنين سيئين ومجرمين و و و طبعا، واللي امتدح قاتل عمر وقاتل علي طبعا بالتأكيد سيئون جدا. ليش هذا المقياس يعني؟ فأقصد أنه هذه القضية تركت أثر كبير جدا في خلق ثقافتين في المجتمع الإسلامي. هذه الثقافتين رغم أنهما بذل من جهد، يعني علم الرجال 400,000 شخص درسوه، كاذب صادق وهذا وإيش، بس تبقى هذه الأمزجة الطائفة، هذا كاذب ليش؟ لأنه والله قريب من يحب علي مثلا، هذا كاذب خلاص روح، مو شيعي بس هو مجرد من دحلي روح. فحجبت كثير من الأحاديث إخوان. أنا أحاول أن أصحح الآن التاريخ بطريقة موضوعية بعيدة عن الطائفية وبعيدة عن كل شيء وبعيدة عن هذا. القضية قضية مرتبطة بالحق إخوان. فلذلك هذا المجرم الذي يسمى عبد الرحمن بن ملجم، كيف تكون له منزل لدى البعض وخصوصا عندما مادحي؟ فالخوارج هؤلاء الناس، طبعا عمران بن حطان خارجي وعبد الرحمن بن ملجم خارجي، كثير هم خرجوا على الخليفة وقاتلوا الخليفة. كثير من الأحاديث تذكر عن الخوارج وهم مارقون، والرسول قال يجب أن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، يعني هذول كلهم يجب أن يقاتلون. فكيف تؤخذ أحاديث عن هؤلاء الأشخاص؟ ليش ما شكوا بهم؟ قالوا هذا الحديث غير صحيح لأنه الناقلة غير دقيق أو غير صادق. لماذا حجبت حديث عن أشخاص؟ لأنه بحجة غير دقيق وغير صادق. كلام كثير سأكمله إن شاء الله في يوم غد، وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع رق تحياتي.